ما تنساش بعد ما تتفرج على الدرس وتفهمه كويس جدا هتخش على موقع هتحل .com. لو انت اول مرة تسجل عليه هتدخل من هنا وتسجل بياناتك عليه ولو انت مسجل قبل كده هتدخل هنا وتكتب الايميل بتاعك والباسورد واول ما هتدخل على الموقع هيتفتح لك الملف الشخصي بتاعك يبقى انت كده جوه الملف بتاعك هتدوس فوق على دروس رياضيات هتفتح السنه بتاعتك هتلاقي قائمه دروس ترم اول وترم تاني هتخش على الدرس بتاعك وهتدخل على الامتحان وتحل الامتحان وتنزل تحت في التعليق تحت الفيديو تكتب لي جايب كام من عشرين ويلا بينا نبتدي الدرس درسنا النهاردة حل المتباينة من الدرجة الأولى في مجهول واحد خلينا نفتكر أصلا يعني إيه متباينة كنا بنقول إن هي جملة رياضية تحتوي على علاقة التباين إيه هو التباين أكبر من أصغر من أكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي ده طبعًا غير المعادلة اللي كان فيها يساوي بس، قبل ما نبتدي خليني أقولك على حاجة: طريقة حل المعادلات هي هي طريقة حل المتباينات إلا في جزء واحد هنعرفه سوا واحنا شغالين، اوجد مجموعة حل المتباينات الآتية س زائد أربعة أكبر من اتنين حيث س تنتمي لص ومثلها على خط الأعداد، طيب خلينا نتفق على حاجة في المتباينة. سواء قالك مثلها على خط الأعداد أو ما قالكش كده كده هتعمل خط أعداد ونخليه شوية ونبتدي إن إحنا نحل وإحنا كده كده عايزين السين لوحدها هنعمل إيه؟ نتخلص من اللي جنبها من اللي جنبها زائد أربعة هتروح هناك ناقص أربعة زي ما قلنا الدرس اللي فات أي حد عايز تتخلص منه وديه الناحية التانية وغير الإشارة بتاعته كده اتبقى من الحتة الأولانية س والعلامة هتنزل زي ما هي صاحب البيت أصلا اللي كان مكتوب هناك اتنين في ضيف جاله اللي هو ناقص أربعة، غيرنا الإشارة عملت إيه بالعربي؟ عملت ناقص أربعة يا ميس اللي هي إيه؟ بحذف أربعة من الطرفين طيب كده كده السين الأولانية زي ما هي والأكبر هو هو. اتنين ناقص اربعة اللي هي هي اربعة ناقص اتنين بس بالسالب سالب اتنين خلينا بقى نرسم على خط الاعداد فين الرقم اللي احنا بنتكلم عنه لما السين بقت لوحدها سالب اتنين يا ميس هقف عنده بخط خفيف انا مش هلونه انا واقف بخط خفيف اول سؤال بسأله لنفسي هو انا هاخد السالب اتنين معانا لا ليه يا ميس عشان الاكبر دي اكبر بس عارف لو كانت اكبر من او يساوي كنت هاخد السالب اتنين لكن عشان مفيش يساوي مع الاكبر فانا مش هاخد السالب اتنين طيب بق العلامه مفتوح ازاي مفتوح كده ميس باصص ناحيه اليمين يبقى انا كمان همشي على خط الاعداد ناحيه ما العلامه بصه هاخد السالب واحد والصفر والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة وهكذا لكن خلي بالك انت اول نقطة رسمتها سالب واحد تبقى دي البداية بتاعتك وتكمل الشعاع بتاعك من بعدها يبقى احنا كده خلاص اتفقنا نشوف بق العلامة مفتوح ازاي هنمشي زي ما العلامة مفتوحة بشرط ان السين تكون هي اللي موجودة في الطرف الاول لوحدها طيب ميم ح في ايه يا ميس وقفنا ليه عشان احنا اتفقنا ان احنا هنكتب ميم ح في ونقف نبص على المسألة المسألة بتقول لي سين تنتمي لصاد يبقى انا هقول له ميم ح في ص وهفتح قوس وهبتدي ان انا اكتب الارقام اول دايرة رسمتها هو اول رقم يتكتب سالب واحد وبعدين كملنا ازاي صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا طب افرض قال لك س تنتمي لط ساعتها مش هقدر اخد السوالب فمش هاخد في طه السالب واحد لكن هبتدي من اول الصفر صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا طب اللي بعده تلاتة س زائد أربعة أقل من عشر. مرة بيقولي خليلي السين تنتمي لطه، والمرة التانية بيقولي الس تنتمي ص وأمثلها على خط الأعداد. أول حاجة بنفكر فيها إزاي نخلي الس لوحدها، أنا فين؟ أنا الس لابس هدوم المدرسة لازقة فيا اللي هي التلاتة، وعلى كتفي بعيد شوية عني شنطة المدرسة زائد أربعة. أول ما بتروح من المدرسة أول حاجة بتتخلص منها شنطة المدرسة بتقلعها وتحطها في الأوضة يبقى أنا هاخد الزائد أربعة هوديها الناحية التانية ناقص وإنت بتودي الشنطة إنت لسه بهدومك يبقى أنا هنا الجزء اللي تبقى عندي ثلاثة سين والعلامة هي هي التلاتاشر صاحبة البيت هتنزل والضيفة اللي هتروح لها ناقص أربعة عملت إيه بالعربي؟ بحذف الأربعة من الطرفين طيب في مسألة عايزة تتحل يبقى أنا هنا التلاتة س زي ما هي والأقل من زي ما هي تلتاشر ناقص أربعة تسعة لسه س ما بقتش لوحدها يبقى أنا هعمل إيه السين لازقة فيها التلاتة ولما تلزق في رقم يعني ضرب يبقى عشان نتخلص منها هنقسم يبقى هاجي هنا اقسم على التلاتة وهاجي هنا هقسم على التلاتة تلاتة على التلاتة راحت عملت ايه بالعربي بقسمة الطرفين على تلاتة طيب كده اتبقى من هنا السين والاقل من زي ما هي تسعة على التلاتة فيها التلاتة ميم ح في وقف مرة يا ميس بيقولي في ومرة بيقولي هات ميم ح في ط طيب فين خط الاعداد اهو فين الرقم اللي السين خلاص بقت فيه لوحدها التلاتة هقف عليه بالخفيف هاخده معانا ولون له دايرة ولا لأ لا يميس عشان مفيش علامة يساوي مع الأقل من بس بق العلامة مفتوح كده يبقى أنا هكمل مشي كده أول ما هاخد هاخد اتنين واحد صفر سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة وهكذا طيب انت ابتديت من عند الاتنين يبقى هتبتدي من عندها وتكمل تعمل شعاع وتقول لي ان ميم ح في ص فتحت قوس المجموعة اتنين واحد صفر سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة وهكذا طيب ميم ح في طه من كل اللي انا ملونه ده هاخد مين بس هاخد الارقام اللي تحققني في طه الاتنين معايا في طه الواحد معايا والصفر معايا طب السالب واحد لا يميز لا السالب واحد معايا ولا بقية السوالب دي كلها تلزمني يبقى أنا هلون على الاتنين والواحد والصفر واكتب ميم ح في طه المجموعة اتنين واحد صفر طب ميس معلش انت كده بتحلي المتباينة زي ما بتحلي المعادلة بالظبط بس بيزيد عليها خط الأعداد صح كده يا ميس؟ استنى عليا شوية هو أه كل حاجة زي المعادلة بس أنا لك إلا حاجة واحدة اللي هي إيه يا ميس؟ تعرف اللعبة دي؟ المفروض في اللعبة دي يكون اللي بيلعب هنا واللي بيلعب هنا تقريبا وزنهم قد بعض، إمتى اللعبة تبوظ وتتقلب أصلا خالص لو واحد فيهم أتقل من التاني بكتير فمش هيعرفوا يلعبوا مع بعض واحتمال اللعبة نفسها تتقلب هو ده بالظبط الاختلاف اللي ما بين المتباينة والمعادلة إن المتباينة تظهر حاجة تقلها قوي من تحت فتتقلب خلينا نشوف سالب اتنين س أقل من أو يساوي أربعة حيث س تنتمي لص وحيث س تنتمي لطه واحنا اتفقنا انه حتى لو ما مثلها على خط الاعداد انا كده كده بمثلها طيب يا ميس احنا كده عايزين نتخلص من الهدوم اللي لازقه فينا اللي هي ايه كل حاجه لازقه في السين السالب والاتنين يبقى انا هنا هقسم على سالب اتنين وهنا هقسم على سالب اتنين السالب اتنين راحت مع السالب اتنين كده يبقى أتبقى من الجزء الاول سين طيب الناحية التانية اربعة على سالب اتنين كده في القسمة ظهر السالب مرة واحدة ينزل زي ما هو أربعة على الاتنين فيها الاتنين كده تبقى سالب اتنين طب يا طب ما احنا كده ما عملناش حاجة دي كده كأنها معادلة اتقل بقى عليا الحالة الوحيدة اللي تركز فيها كويس جدا في المتباينة إن أنت تقسم على سالب يعني يظهر السالب في المقام السالب اللي تحت ده يتقل المتباينة فيقلب علامة التباين ويعكسها ويخليها الناحية التانية، فبدل ما تبقى أقل من أو تساوي هتبقى أكبر من أو تساوي، امتى بس بغير علامة التباين لو قسمت على عدد سالب؟ طيب هو إنت أصلا عملت إيه بالعربي هنا؟ بقسمة الطرفين على سالب اتنين، لازم العربي يا ميس؟ أيوه لازم العربي لأنه بيبقى مكتوب في نموذج الإجابة، لو مش لازم أنا لوحدي هقولك كبر دماغك منه. طيب عايزين نمثل بقى على خط الأعداد ميم ح في ص مرة وميم ح في ط مرة، آدي خط الأعداد بتاع الصاد، فين الرقم اللي إحنا بنتكلم عنه؟ سالب اتنين ميس يبقى انا هقف هنا بالخفيف على سالب اتنين واسأل نفسي اخدها ولا ما اخدهاش هاخدها ميس طب ليه عشان مع علامة التباين في يساوي وده بيخليك تاخد الرقم معانا اللي احنا واقفين عنده هاخد السالب اتنين وهمشي زي ما بق العلامة مفتوح همشي يمين سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهبتدي ان انا اعمل سهم من مكان ما ابتديت من عند السالب اتنين يبقى ميم ح في ص تساوي المجموعة سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين وهكذا طب لو عايزين بقى ميم ح في هاخد من دول بس اللي موجود في السالب اتنين مش معانا لانها سالبة ولا السالب واحد يبقى معنى كده إن أنا هبتدي من الصفر وأكمل موجب، همثل على خط الأعداد ومكان ما ابتديت هبتدي السهم بتاعي يبقى م ح في ط المجموعة صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا يبقى أول ما تقسم تحت على سالب ركز وغير علامة التباين تعالى ناخد واحدة كمان. خمسة ناقص اتنين س أكبر من أو يساوي تسعة، أنت مش متعود تبقى الس رقم اتنين، لأ أنت متعود تكون رقم واحد، فأنت هتعمل إيه؟ طالما إحنا في نفس الطرف ممكن تجيب ده هنا وده هنا، لو في نفس الطرف من غير ما تغير الإشارة، طب يا ميس ما نغير الإشارة هو إحنا مش بنبدلهم؟ لأ تغير الاشاره لو نطيت من طرف عديت على علامه التباين من فوق وظهرت في الطرف التاني انما طالما انت كده كده في نفس الطرف قبل العلامه ممكن تبدل من غير تغيير الاشارات لكن الشرط بتاعك انك تبدل الحاجه بنفس الاشاره بتاعتها طب الاتنين س اشارتها سالبه طب والخمسه يا ميس الخمسه مفيش قدامها اشاره ما إحنا اتفقنا في درس الضرب المتكرر هيظهر فوق دلوقتي، إن العدد اللي ملهوش إشارة إشارته موجبة، يبقى ما فيش مانع إن أنا آجي قدام الخمسة وأحط موجب وأبتدي إن أنا أبدل، هجيب السالب اتنين س في الأول، وهجيب الزائد خمسة جنبها، العلامة زي ما هي أكبر من أو تساوي تسعة، إحنا عايزين السين تبقى لوحدها. أنا السين وهدومي لازقة فيا سالب اتنين والشنطة بعيدة عني شوية زائد خمسة هتخلص من الشنطة الأول هاخد الزائد خمسة أوديها الناحية التانية بعكس الإشارة بتاعتها فاتبقي من الحتة الأولي سالب اتنين س والعلامة بتاعة التباين هي هي صاحب البيت أصلا يتكتب زي ما هو مين له ناقص خمسة يبقى أنا هكتب بحذف الخمسة من الطرفين كده كده الجزء الأول سالب اتنين س والعلامة هتفضل هي هي أصل أنا ما عملتش حاجة لسه تسعة ناقص خمسة أربعة وعشان السين تبقى لوحدها السالب اتنين اللي جنبها مضروبة هتتقسم يبقى أنا هقسم هنا على سالب اتنين وهنا على سالب اتنين عملت ايه بالعربي بقسمة الطرفين على سالب اتنين واول ما تقول انك بتقسم على سالب هتغير علامة التباين هنا السالب اتنين راحت مع السالب اتنين اتبقى س وهنا اربعة على سالب اتنين ظهر السالب مرة واحدة سواء فوق او تحت لوحده هينزل زي ما هو اربعة على اتنين فيها الاتنين لكن حاسب طالما قسمت على سالب هتغير علامة التباين طيب فين خط الاعداد ادي خط الاعداد وهبتدي اقول م ح في وقف هو الف ص طيب فين الرقم اللي بنتكلم عنه سالب اتنين وخلي بالك انا بمثل على خط الاعداد قبل ما بكتب مجموعة الحل ادي السالب اتنين اللي بنتكلم عنها طب اخدها يا ميس ولا ما اخدهاش والله طالما معاها علامة اليساوي هاخدها يبقى انا كده هاخد السالب اتنين بق العلامة مفتوح كده يبقى أنا همشي كده هاخد السالب تلاتة مع السالب أربعة والسالب خمسة أول ما رسمت رسمت السالب اتنين يبقى أنا هبتدي من عنده وهعمل الشعاع بتاعي طيب ميس عندي سؤال معلش قول افرضي كان عايز ميم ح في ط طب ما انا كده ميس لا هاخد السالب اتنين ولا هاخد السالب تلاته ولا هاخد السالب اربعه ولا هاخد السالب خمسه وطالما انتي بتقولي شعاع يبقى انا مكمل في السوالب يعني مكمل في الحاجة اللي مش موجودة في طه طب انا يا ميس هختار ايه مفيش حاجة من اللي انا ملونها تنفع للطه وانتي لي يا ميس ان كلمة مفيش يعني فاي يبقى انا هنا هكتب فاي طب تعالى نشوف الجاية ايه ده يا ميس ده في سين هنا وسين هنا خليني بقى اقولك على حاجة اول ما تلاقي سينات كتير او اعداد كتير هات كل السينات ناحية الطرف اللي على اليمين الطرف الاول وهات كل الاعداد ناحية الطرف التاني اللي على الشمال واي حد هيتغير من طرف لطرف هنغير العلامة بتاعته واحدة واحدة كده كده الاربعة سين الاولانية موجودة في الطرف الاولاني زي ما هي بس انت عايز تودي معها اختها السين التانية يبقى انا هاخد السته س اللي اصلا اشارتها موجبه لان الاشاره بتيجي قبل العدد والعدد هنا ملهوش اشاره قدامه يعني اشارته موجبه هتروح هناك بالناقص يبقى انا هسيب الاربعه س لانها صاحبه المكان وهكتب بعدها ناقص سته س وهنزل علامه التباين زي ما هي باليساوي بتاعها وهكتب تمنية لإن هي اللي اتبقت من الطرف التاني ومكانها صح لإنه عدد، طب إنت عملت إيه بالعربي؟ بحذف ستة س من الطرفين، كده تبقى أربعة ناقص ستة اللي هي ستة ناقص أربعة بس بالسالب سالب اتنين س، والعلامة زي ما هي والتمنية زي ما هي. كده السين لسه مش لوحدها يبقى انا محتاجة اقسم على سالب اتنين هنا وهنا كده سالب اتنين راحت مع السالب اتنين تتبقى سين ومن الناحية التانية ثمانية على سالب اتنين ظهر السالب في القسمة مرة واحدة هينزل ثمانية على الاتنين فيها الاربعة عملت ايه بالعربي بقسمة الطرفين على سالب اتنين يبقى طالما بقسم على سالب هغير علامة التباين بدل ما تكون بصة كده لا هتبقى بصة كده وبرضو معاها اليساوي خلصت يا ميس وبقت السين لوحدها يبقى انا هكتب ميم ح في وقف ابص فوق هو بيقول السين تنتمي ص يبقى انا هقول له ميم ح في صاد يساوي فين الرقم اللي بنتكلم عنه سالب اربعة هاخده ولا مش هاخده لا يا ميس أنا هاخده عشان خاطر علامة اليساوي اللي عندي وبق العلامة مفتوح كده يبقى أنا همشي كده هاخد السالب تلاتة سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ومكان ما ابتديت من عند السالب أربعة هطلع السهم بتاعي طيب م ح في ص يساوي المجموعة سالب أربعة سالب تلاتة سالب اتنين سالب واحد صفر واحد وهكذا ايه ده ميس ما كملتيش النقط ليه في الرسم ترسم كله انما في الكتابة ممكن تكتب كام واحدة وتقول وهكذا طب إفرض بقى كان قالك ان السين تنتمي لطه ساعتها هتكون ميم ح في ط تساوي مش هقدر اخد السالب اربعة ولا السالب تلاتة ولا السالب اتنين ولا السالب واحد يبقى انا لازم ابتدي منين صفر واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا طب تعالى ناخد واحدة كمان هنا في س وهنا في س وهنا في عدد بص بقى احنا هنعمل ايه هنجيب كل السينات الناحية دي دي هتفضل زي ما هي وهتجيلها الاتنين س طب ثانية واحدة هي الاتنين س اشارتها ايه موجبة يا ميس عشان مفيش قدامها اشارة لما هتروح بعد التلاته س هتبقى ناقص اتنين س والزائد واحد ده عدد ممكن نجيبه يميز ناحيه الاعداد ويبقى ناقص واحد ايوه بالظبط كده خلي بالك ان احنا هنا عملنا بالعربي حاجتين سالب اتنين س وسالب واحد يبقى بحذف وبحذف بحذف الاتنين س من الطرفين وبحذف الواحد من الطرفين لان كلمه حذف بتبقى بدل السالب طيب تلاتة س ناقص اتنين س تلات تقلام ناقص قلمين قلم تلات كراسات ناقص كراستين كراسة تلاتة س ناقص اتنين س واحد س اللي هي سيناية واحدة والعلامة زي ما هي والسالب واحد زي ما هو كده بقت السين لوحدها أقدر أعمل خط الأعداد هقف عند السالب واحد الرقم اللي أنا وصلت له وهسأل نفسي أخده ولا لأ لا يا ميس مش هاخده عشان هنا العلامة من غير اللي حلو وبق العلامة مفتوح كده يبقى أنا هكمل كده، يبقى هقوله م ح في ص مرة المجموعة صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا. طيب م ح في ط هي هي يا ميس نفس الأرقام اللي بتحقق الطه لأن مفيش سوالب بشيلها يبقى أنا هكتب نفس الكلام طيب واحدة تانية شبهها إيه رأيك كده؟ لا يميس الأعداد كلها تيجي ناحية الشمال والسينات كلها تيجي ناحية اليمين يبقى أنا هاخد السالب اتنين س وأديها الناحية التانية بالموجب وهاخد الخمسة اللي هي موجبة هتظهر الناحية التانية بالسالب كده بقى في الأول اتنين سين طب ليه ميس ما بعد صاحبة البيت الخمسة لأن الخمسة نفسها هتسافر وهكتب العلامة زي ما هي باليساوي بتاعها السبعة صاحبة البيت زي ما هي هتروح لها ناقص خمسة يبقى احنا كده عملنا حاجتين بإضافة اتنين سين إلى الطرفين لأن التحول اللي حصل خلاني أودي السالب اتنين سين بالموجب وبحذف الخمسة من الطرفين هنبتدي إن احنا نحلها اتنين سين وبق العلامة زي ما هي مع اليساوي سبعة ناقص خمسة اتنين لسه في حد مع السين هقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين كده الاتنين راحت مع الاتنين والسين زي ما هي يبقى بق العلامة هيفضل زي ما هو باليساوي بتاعه اتنين على الاتنين فيها الواحد وطالما وصلنا ان السين بقت لوحدها هبتدي ارسم خط الاعداد بتاعي وهقول له ح في ابص وارجع تاني في ص فين الرقم اللي واقفين من عنده الواحد يميس بالموجب وهاخده ولا لا هاخده يا ميس عشان فيه يساوي يبقى انا هاخد الواحد وبق العلامه مفتوح كده يبقى هنكمل مشي كده صفر سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته سالب اربعه سالب خمسه وهكذا هطول الشعاع بتاعي من مكان ما بدات واللي لونته هكتبه بس اللي لونته الاول هو اللي هيتكتب الاول طيب تعالى بقى ناخد شوية حاجات بتيجي في أكمل ما يلي إذا كان س زائد خمسة أكبر من الاتنين فإن س أكبر من مين بس كده هو عايزك بس تخلي س لوحدها يبقى أنت هتاخد الزائد خمسة تروح هناك ورا الاتنين بعكس الإشارة بتاعتها فهتبقى س أكبر من الاتنين صاحبة البيت ناقص خمسة والاتنين ناقص خمسة هي هي الخمسة ناقص اتنين بس بالسالب فهتبقى سالب تلاتة مجموعة حل المتباينة دي احنا اخدين في الدرس التاني التمثيل على خط الاعداد يعني ايه علامتين يعني المحصورة تعال نرسم خط اعداد كده ونشوف ادي السالب تلاتة وادي السالب اتنين مين فيهم هقدر الون عليه مش عارف يا ميس حلو في حد فيهم عنده يساوي أيوة يا ميس سالب تلاتة عندها ليساوي يبقى أنا هلون عليها بس الاتنين ما عندهاش يا ميس يبقى أنا مش هاخدها طيب في أرقام بقى محصورة ما بينهم لا يا ميس يبقى أنا لونت على مين بس المجموعة سالب تلاتة طيب مجموعة حل المتباينة دي يعني إيه علامتين يعني المحصورة طب هل هاخد التلاتة لا عشان ما عندهاش يساوي يا ميس طب هل هاخد الخمسة لا عشان ما عندهاش يساوي يا ميس يبقى انا مضطر اخد اللي محصور بس اللي هو مين الاربعة يبقى انا هكتب المجموعة اربعة طب افرض بقى انا جيت لعبت في المسألة دي وشلت التلاتة وحطيت اربعة يعني عايز الارقام المحصورة ما بين الاربعة والخمسة ولا الاربعة معايا ولا الخمسة طب يا ميس طب ولا كمان اصلا في اعداد محصورة ايه ده يعني انا لا هاخد الاربعة عشان ما عندهاش يساوي ولا هاخد الخمسة عشان ما عندهاش يساوي ولا في ارقام محصورة ما بينهم يبقى انا مش هاخد حاجة ميس بالظبط كده تبقى مجموعة حل المتباينة دي فاي وبرضو تفرق المسألة دي عن لما أحطلك يساوي هنا ويساوي هنا لان ساعتها هاخد الاربعة وهاخد الخمسة اه مفيش محصور بينهم لكن انا خدت رقمين المجموعة اربعة وخمسة طيب اختر الاجابة الصحيحة اكبر عدد صحيح يحقق المتباينة دي طيب يعني ايه علامتين يعني المحصورة يبقى انا هاجي هنا على خط الاعداد وقف عند التلاتة وقف عند الستة في حد المفروض يتاخد منهم ايوه يا ميس التلاتة عشان عندها يساوي يبقى انا هاجي عند التلاتة أعلم عليها ومش هعلم على الستة واحنا لسه قايلين يعني ايه علمتين يعني المحصورة يبقى انا هاخد الاربعة والخمسة كمان معايا هو بيقولي بقى مين اكبر عدد صحيح بيحقق المتباينة دي الخمسة يا ميس يبقى انا هختار الخمسة طيب اخر واحدة جميع الاعداد التالية تحقق المتباينة دي ما عدا ده الحمد لله ميس السين هنا لوحدها يبقى انا هرسم خط الاعداد بتاعي واقف عند السالب ثلاثة واسالها هاخدها ولا لا لا يا ميس مش هاخدها عشان ما يساوي مع الاكبر من بس بق العلامة مفتوح كده يبقى انا هاخد كل الارقام اللي موجودة ناحية اليمين وهبتدي ان انا ارسم الشعاع بتاعها هو بقى بيقولك ان كل الاختيارات دي انت ملونها ما عدا رقم واحد يا ترى مين السالب اتنين موجودة والسالب واحد موجودة والصفر موجود مين اللي انت مش ملون عليه السالب اربعة يا ميس يبقى انا هختارها يا رب تكون فهمت الدرس ده كويس ونصيحة مني ليك لازم تراجع على درس المعادلات كويس جدا جدا هتلاقيه بيظهر دلوقتي ولو انت مع ان الفيديو ده هيفيد ناس كتير مش عارفة تحل المتباينات اعمل لايك عشان يوصل لأكتر عدد من الناس وما تنساش التعليق الجميل اللي انا بحبه وأشوفك على خير. وبكده يبقى خلص الدرس بتاعنا، تشرفني لو انت مشترك معانا في القناه، ولو انت مش مشترك خليك معانا على القناه هتفهم الدرس كويس، واشترك معانا على موقع هتحل دوت كوم هتلاقي امتحانات هتلاقي واجبات هتلاقي شرح عشان تخلص من موضوع الدروس الخصوصيه، وأشوفكم يا رب على خير.